السوق معروف، سوق دار ليمان ما يمكنش تسوقهاش، سوق بالبنون جديد، سوق دار ليمان راه معروف، ما عندناش مشكل في الاسم ديالو، عندنا مشكل في الصحه من الخدمه ديال الشباب اللي يخدم، حنا بحال الناس نعيشوا بكرامه، ما بغيناش تبقى القدم تابعنا وبقى يتابعني وانا ومخلوع وهارب، بغينا ما ناكلو، بغينا ما ناكلو. سيدي حنا هاد السوق ما مشيش لينا، دخلنا ما بعنا فيه حتى حاجه، خسرت لينا سلعتنا، خسرنا فلوسنا، خسرنا رزقنا، خرجنا على برا ما خلوناش نبيعوا باش استفدنا شي حاجه في هذا السوق راه حنا عضعنا فيه. السوق ما مشيش، كانوا موعدين ان هذا السوق غيتمشى لينا مزيان، وانا بعدا وحده فيهم راني ما مستافداش، انا 14 عام وانا في السوق، الناس باعوا البلايص، الناس اللي عندهم الحوانت واللي لاباس عليهم باعوا لهم البلايص، واللي ما عندوش راه خلاه كيضع في ديالاش، تباعوا البلايص ب 4 مليون ب 5 مليون وشدوا، هما اللي لهنايا استافدوا، واللي مساكن ما عندهمش ما مستافدينش، الاغلبيه ما مستافداش. الطوابل ما خداوش. اللي واخد البلايص الناس اللي لاباس عليهم واللي عندهم الحوانت وعندهم الهرايا. كنطالبوا يتقادلنا على السوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا غندوي على كاس سوق البركه، ما غندويش على كاس شخص او انسان، غندوي على عامه. حنا خويا كنعانيو هنا من ابسط الامور، اولا انعدام الاناره، انعدام اللحوم البيضاء بحال الدجاج بحال البيبي بحال الحم، ما كاينش هادشي ممنوع من هنا. اول حاجه كنطالبوا بالتسهيلات اللي غادي ينجحوا هذا السوق، هادشي اللي كنطالبوا به. وهنا في الحي محمد راه البيع والشراء ماشي منتشرين في الحي محمد، منتشرين في الهراويين في الحلحال في السعاده عطا الله في الكيبيع وشريو، راه واخا ياثروا هنايا راه ما كانش شي دعم وما كانش شي متابعه من المسيرين، بقات المسيرين راهم اللي غينجحوا السوق ماشي الخدار. الخدار كون كان غينجح اول حاجه حياته ما غايديرش خضره، غيخدم في بيرو ولا غيخدم في شركه. وكنطالبوا من المسؤولين وكنطالبوا من الجهه تاع دار الامان تساعدنا، ما تبقاش علينا غير بالقمع اخويا. من القصاريه من اصحاب الوزن كركاع كاين تما والطاكسي كاين تما، راه عمر السوق ولا ما يتمشى حتى واحد ما داخل لي هنايا. ها انت دخلي وشوف السوق كيسق لي، كاع الناس مساكن تسلفوا فلوسهم وضيعوا رزقهم والسلعه كلها كتخمج ليهم. العامل والقيد والباشا وكل شيء ما دايرينش خدمتهم، المسؤولين كاملين ما دايرينش الخدمه ديالهم في هذا السوق. هذا السوق للناس راه ضاعوا اكثر من عام ونص، اكثر من عام ونص الناس السلعه كل شيء خسرت ليهم، كيخرجوا برا كيجروا عليهم، كي مسكن هنا دوز الحبس مشى فابور سمعتي، وانا منهم نيت راجلي مع القيد صيفطوا بشهر ديال الحبس، ما دار لي بايدي لا برجلي، على قبلاش على قبل السوق. هنا السوق الناس ضايعه وداو لهم سلعتهم، زعما كان هاد القيدات راه مكرفص العباد الله. السوق مع الخمسه ونص كيتسد وتخرج تبغي تبيع سلعتك برا يديها لك تدوي كتمشي للحبس اخويا، ومعنا خوت اللي مشاو للحبس ظالم الظلم كيدوي على سلعته كيتسد كيمشي للحبس، وهذا الشيء اللي كاين اخويا. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناه الصحيفه 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.